اللي انا زعلانه لانني ما لقيت حتى شي وحده من البنات. عرفتي عييت كنطلع عيني فهذوك اللي قالوا لي البارح كتسكني حدانا انت حدا، عييت نشوف فينكم. بيان اموركم عليا كلشي على خير كلشي بخير. دونك جيت غير نقول لكم بالنسبه للبنات اللي ما تفرجوش البارح في الفيديو والتمسح، فدابا غادي نصور لكم الفيديو. دابا قشوني غدا وغادي نصوره لكم، لان بزاف منكم اللي قالوا لي صفاء حنا ما شفناش الفيديو والتمسح، عافاك ولي حطي حنا ما شفناش الدار ما شفناش هذه جدي. دونك غادي نولي نصوره لكم على قبلكم نتوما، ما تنساوش التفاعل وكلمه زوينه، كنبغيكم بزاف العاده. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم، الا بغيتو نحط لكم هذا اللوك هذا، هذا الماكياج راه دايره الماكياج. دونك الا بغيتو نصور لكم الماكياج هذا بادق التفاصيل خليوه لي في لي كومونتير. هذا الماكياج تقدروا تخرجوا به يعني زوين، باش تغلبوه غادي ديروا عكر مغلوق الا كانت عندكم شي حاجه يعني شي عراضه ولا شي حاجه غتزيدوا عليه عكر مغلوق. نوريكم البسه ويا لبست هاد اللعيبه هادي دغيا. نتوما عارفين انا ما كنمشي لبسات هاد الشيء، مي ماما قالت لي شوفي هو لبسي شتو البارح باش صورت لكم، قالت لي ولا لبسي شي حاجه. دونك فوالا، ودي سوندال ما نساوش الخلخال وصافي. بالنسبه للوصفه اللي كنت بارطاجيت معكم ديال القدام باش يبقاو قديماتكم بحال هكا، راه خليتها لكم في فلاشين ديالي، ما تنساوش انكم تدخلوا تشوفوها. والشعير رويدي شويه هذا مكان اول حاجه قلت لكم هي غادي نطلعوا بحال هكا، كاينين الدرجات، هذا الحادق هذا اصلا ما تعقلش. ودابا غادي نطلعوا للفوق نوريكم، ها انتم عرفت. يلا المهم مازالين طالعين في الدروج مره اخرى ويا بسم الله. واحد جوج ثلاثه هي هادي. دونك كاين هذا الباب هذا من برا ياكو، وعاد غيكون هنا باب ديال الخشب كبير داكوغ. يا بسم الله. دونك الدخله الاولى اللي كتشوفوا تتلقاو هنا بيت الكلاس، وهنا كوزينه، وهنايا تواليت. فوالا حاشاكم هذه التواليت. بابا دار هذا الزليج هنايا كوم ديكور زوين صراحه. وهنايا كاين بيت الكلاس ها نتوما، هذه محبوبة الجماهير اللي هي الكوزينة. دونك فوالا هذه الكوزينة راه تبارك الله كبيرة ها نتوما. من هنا كتلقاو الصالون. دونك فوالا هذا القبس ها نتوما، هذا القبس وبقات الصباغة السراج متها هما، السراج كبار فريمون. وشوفوا الطلة شنو هي. من مور الصالون غادي نلقاو هاد البلاصة هادي فيها بيتي الحمام بيت ماما. دونك هذا بيتي انا تنحاول نوريكم. فوالا ديكوراسيون درت ليه ديال القبص. وهنا غادي يكون البلاكار. دونك بلاكاج لاصق غادي ندير فيه دوك اش كيسميوهم دوك البيبات سكه كيتحلو هكا هكا، وفي الوسط غادي تكون ميغوار. و فوالا البيت تبارك الله كبير والسرجم فيه. يا سلام ما نعاودش لكم على السرجم. اوكي من هنايا كاين الحمام، وها انا من جديد. دونك هنا الحمام، هادو السراجم اللي عاد غادي يتلصقوا. فوالا هذا بيت ماما نتوما، وها هي ماما كتشوف كوزينتها. كي جات الكوزينه زوينه شنو ديرينا فيها، شنو طيبينا فيها؟ الدجوجي ولا حومي، الدجوجي ولا حومي. المهم انا وريتكم الدار كامله. شو هادي؟ هيلو سافا كتحشم. المهم انا وريتكم الدار كامله، دابا غادي نطلعكم للسطح
ومن بعد عاد نهبط ونوريكم الكراجات. خليكم معايا. كنت طلع من الكوزينه فريمون زوينه فريمون زوين، منظر زوين. انا كيعجبني كيعجبني يكون الدنيا هكا فروجيه، يعني فاش كتكون شي بلاصه مسدوده كنتخنق هكا. انا ما كرهتش الدار كامله تكون غير بالسراجم، وحق الله ما كرهتش ما يكونش هذا الشيء، هذا الزليجات شي ما يكونش تكون كامله دايره هكا. كتعجبني الدنيا مفججه وداك الشيء. يلا 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 وصلنا السطح. القنابل هادو عاد كيتحلى في السطح. تشوفون قاعدين تشوفون الشعر. الله البارح فاش حطيت لا فيديو البارح بزاف ديال البنات اللي بقاو كيقولوا لي صافا انت غير حدانا انت جارتنا انت كذا انت كذا، ففريمون فرحني هذا الشيء ويعجبني انني نكون ساكنه قريبه ليكم. تشوفوني ونشوفكم هكا عن قرب بوكو با. وحده قالت لي انت ساكنه مورانا، وحده قالت لي انت هي اللي داركم جنبنا، كل وحده شنو قالت لي الصراحه. دونك ميرسي بزاف ليكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله غير اون فوا ك نجي لهنا ان شاء الله ونستقر وتكمل الدار ونصوب المحل ديالي. مرحبا بكم نتوما الاولى عندي. يا هذا البيب ديال السطح ياكو، كتعجبني هاد اللعيبه اللي كيديروا السطح كتحمقني. فوالا والدريجات. دونك دابا غنوريكم السطيح. ها انتم فريمون داكشي زوين. جادور 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 جادور، اني اموت عشقا في هذا. دونك فوالا هنايا شي دار يلاه كتطلع حدانا، وهذه دار مازال ما تبناتش حدانا. اوكي اي فوالا انتوما فوالا. دابا غادي نمشي نوريكم الجهه الاخرى، حقاش الجهه الاخرى هي العشق، وانا فريمون جي اونفي باش نجي لهاد البلاصه هادي بالليل ونصورها لكم بالليل، حيت ما عمرني جيت ليها بالليل، ديما تنجي بحال هاد الوقيته وصافي. دونك من هنايا من هنا غتلقاو المحل ديالي انا، يعني لتحت لتحت، يعني مور الدار كاين المحل ديالي. دونك شوفوا 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 المنظر اللي هي شحال زوين، شوفوا شوفوا النظر اللي هي شحال زوين، داري لهم بحال بحال كورنيش ولا ما عرفتيني، واحد البلاصه زوينه تما الربيع والكريسيات وجاي تما الواد، فريمون داكشي زوين جادور صراحه. انا عجبني هادشي. سو كيما قلت لكم الدار هنايا، هذه غادي تكون دار حدانا. اوكي دونك هذه البلاصه مازال هذا غادي تبنى. دابا غادي نوريكم اوبس المحل فين كاين، كنهضر غير بشويه احتراما للجيران نقولكم بنات شي حاجه. المهم من هاد لو كوتي كاين المحل، وغنوريكم في نفس الوقت الدار من اللورا كيفاش دايره. ها انتم شفتوها اي فوالا، هذا المحل ديالي وهذاك ديال خويا، وهذا الوسط مشروك لينا بجوج فهمتوا. دونك هذا ديالي، هذا اللي غادي نكون انا فاتحه، هذا اللي غيكون فيه كلشي واعد. انا جادور داك المنظر وشحال زوينه البنات، هذاك لو كوتي كيحمق فريمون كيحمق. ما عرفتش صراحه بغيت نقطع لتما مي فريمون خفت، بغيت نمشي لتما مي راه خاويه الدنيا فهمتوا، بغيت نمشي نوريكم ولكن الدنيا خاويه نخليوها من بعد يكون معنا شي حد. دونك سي سا البنات، هادي الدويره انا وريتها لكم كامله، كما قلت لكم فيها صالون بيت الكلاس كوزينه جوج بيوت حمام تواليت، والحمد لله الحمد لله على اي حال. دونك سي سا بالنسبه لهذا القبص، فاش كتطفي الضوا وكيبقى هاد البلاصه هادي اللي فيها هاد اللعيبات كتبقى شاعله. وكاينه هادي هنايا فوالا كوزينه بيت ديال الكلاس حاشاكم تواليت اي فوالا. هذا البيت ديالي اللي وريتكم. المهم بالنسبه للبيت ديالي
فاش غادي نجي نصايب وغادي نهضر معاكم نتوما؟ هتعطوني الافكار نتوما، نتوما اللي غادي تقول لي شنو بان لكم في داكشي. اي فوالا، هذا حمام والبيت ديال ماما. دونك فوالا هادشي اللي كاين في الدويره والحمد لله. والكراجات لتحت والسطاح. سويا باش ما يبقاش لكم الحال بالنسبه للبنات اللي ما شافوش لا فيديو انا وريتها لكم، انا وريتكم الدار كامله. واخا غير ما كنتش غادي نوريها لكم شحال هادي وهي كتصيب، وما كنتش كاع بغيت نوريها لكم، كنت قلت حتى تكمل عاد نصورها لكم. مي علاش حيت تتفرج عاد نصوروها قبله ونصوروها بعدين ان شاء الله. وفوالا بالنسبه للبنات اللي في الفيديو اللي داز قالوا لي صافا دير لنا دويره في داركم اللي ساكنه فيها دابا، يعني الدار الاخرى اللي ساكنه فيها، فاش الله غادي ندير لكم دويره فيها وغادي تشوفوها وتشوفوا اي بلاصه فيها. هذا مكان. ولا عجبتكم لا فيديو نيزيت با امنيسي لايك كومونتير وتفاعل ديالكم فريمون كيفرحني. ولا لاحظتوا انكم فاش وليتوا كتفاعلوا معايا وليت كنحط لكم لي فيديو كل نهار فيديو، كل نهار شي حاجه جديده، كتشجعوني باش نخرج باش نبارطاجي معاكم، ماشي بحال كضربي تماره وفينالمون والو. سو هذا مكان. والدعوه اللي نبغي نقول لكم الله يسهل على كل وحده، الله يفرح كل وحده، الله يرزق كل وحده، لان الله اللي كيرزق ماشي البشر، فالله يرزق كل وحده والله يسهل عليكم كامله بكم. اي وحده دعات معايا كنرجع لها نفس الدعوه. شكرا بزاف ليكم وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه.